السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم معايا في هذه الحلقة درت واحد الجردة، الجردة ديال الرباط، مكتوب عليها حديقة حسان. هي هذي هضرت معايا قالت لي غنجيو نمشيو انا وياك عندها مع ثلاثه وريخ مطير، حديقه نزهه حسان. صراحة الجردة مع الصباح اليوم الحد صراحة زوينة. عام فيها الناس بزاف، ما بغيتش نصور الناس، تعرفوا الناس يعني ما يمكن ليش نصور شي حد، هذا اللي شبعان الناس مع راسها سوا. ناس وتشكر نيت صراحة. الجردة كبيرة وقديمة بزاف، كنا كنجيو ليها حنا صغارين. حتى كبرنا معاها. شو امي راه غادا الجوف الصراحة فات الصباح غزال، الله يلا غزال فات الصباح. الله يا ربي، الله يلف الصراحة. أنا الهواء نقي وزوين، يعني أنا كنصور دابا غير الجردة والشجار وهذا وصافي، حيت عطا الله ما يتشاف. كاينين هي بزاف ديال الأش اللي كاينين موجودين هنايا، ولكن كاينين الناس ما بغيتش نصور. تعرفوا الناس كاين اللي ما كيبغيش يبان، كاين اللي المهم احتياط واجب. شتو هاديك البليصة هادي زوينة، هادي
وهذه هي الخريجة ديال هاد الصباح. هذا باش نطول لأن باقي سميتو باقي غنصور فيديوهات اخرين، لهذا انا غنكتفي بهذا القدر هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واشكركم على المتابعة، وما تنسوش لي الضغط على الزر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا لجميع الجديد ان شاء الله، لان كاين ان شاء الله اشياء جديدة اللي غادي ننزل. مازال غادي ان شاء الله نمشي لجمعيات خيرية، غادي نمشي لدار العجزة، غادي نمشي لدار الايتام ان شاء الله، يعني كلشي غادي تتابعوا معايا بالكامل ان شاء الله، وكل شيء موثوق بالفيديو وكل شيء بهذا، يعني غتشوفوا كل شيء. والسلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله تعالى وبركاته، وأشكركم على المتابعة، والسلام عليكم.